السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا فامي، اخوتي اخواتي البارتيا كاملين، شكرا خاص لكم كاملين، وللتذكير رحمة الله على ابي، الله يجعل قبره روض من رياض الجنة يا رحمن يا رحيم، وكاع جميع المسلمين. كنبغي نشكر البارتيا كاملين اللي كيتصلوا معايا وكيعاونوني بافكارهم وكيساندوني، وكنعرف بزاف اللي كاينين ما عارفينش كيفاش يشاركوا معايا، ما عارفينش كيفاش يتواصلوا معايا. اخوتي تواصلوا معايا عبر الرقم اللي خليت لكم في الفيسبوك ديالي، في الواتساب، ولا في الخاص ديالي في الفيسبوك، في الميسنجر. يعني كنشكر صربة ولاد عبدون، صربة بني خلف، صربة فاسيس، صربة بيرمزوي، صربة ولاد سعيد، خيالة ديال عقارب، صفاقس تونسية، اخوتي الجزائر. يعني كاينين بزاف اللي تواصلوا معايا، سمحوا لي اللي ما جبتش السميه ديالكم. تبارك الله عليكم، وعجبتني الهضره ديالكم، وعجبني التعامل ديالكم، والافكار ديالكم، والحقوق ديالكم اللي باغين وكتقلبوا عليها، وحنا هنا باش نكونوا ايد في ايد باش نوصلوا داكشي اللي باغين توصلوا ليه، وغادي نوصلوا ليه ان شاء الله. غنوصلوا ليه، غادي نديرو ايد في ايد، وغادي نوصلوا ليه بطريقة سلمية وطريقة زوينة، وان شاء الله غادي تكون شي حاجة اللي ما عمرها ما دارت في المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. قدرة الله، قدرة الله بمساندة ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيأيد الخيل، وهو خيال، والاب ديالو خيال، الجد ديالو خيال، والجدود ديالو خيال. الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا الشهر المبارك، الله يرحم جميع العائلة العلوية، الله يرحمهم يا ربي، وجميع المسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم. وحنا غادي نديرو ايد بعيد ان شاء الله، وغادي نزيدو بالخير ديالنا القدام، وغادي نوريو الخير ديالنا والتراث ديالنا المغربي العالم كامل، المغربي والعربي بصفة عامة، العالم كامل كلشي غادي يشوف ان شاء الله التبوريدة ديالنا والخير ديالنا والثقافة ديالنا والتراث ديال الأجداد والأسلاف ديالنا. أخوتي بالنسبة للمشاركة راه فسرت لكم كيفاش تشاركوا، حيت الا ما وركتوش على الجرس، الا ما درتوش مشاركه تحت الفيديو وركتو عليها وركتو على الجرس، راه ما غاديش تشاركوا معايا. يعني ضروري المشاركه بالجرس، وترسلوا لي فيديوهات ديالكم ديال الصربات ديالكم باش نوريوها للعالميه. دابا ما عندنا ما نديرو، دابا عندنا الحجر الصحي، دابا حنا في الديور ديالنا ما عندنا فيش نتحركو، ولاني من بعد غادي تكون واحد الزيارات لاي شربة، غادي دير زيارات يعني لاي موسم كاين في المغرب، علاش لا، حتى في دول اخرين نقدر نزورهم ونشوفهم ونعرفهم ونصورهم ونشوفو المتطلبات ونشوفو شنو الناس اللي كتضحي باش توصل لهاد التراث، باش تحافظ عليه، باش توري العالمية. يعني هادشي كامل غادي نعرفوه، وهادشي كامل غادي نسجلوه، وغادي نناقشوه، وغادي نتفاهمو عليه، وغادي نكونو ايد في ايد ان شاء الله باش ننميو هاد التراث ديالنا اللي كاين في المغرب. وهادشي كامل مغاديش نديرو انا بوحدي، يعني غادي نديرو التعاون ديالكم وبالمساندة ديالكم وبالتشجيع ديالكم. يعني التشجيع ديالكم هو صيفطوا لي اخوتي فيديوهات، اللي عنده شي فيديو ديالو زوين بالصربة ديالو
الموسم ديالو يصيفطوا ليا، انا غادي نصاوبو باسم ديالو يعني، وغادي نخدمو في هذا المشروع هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا بوحدي راه ما غادي نقدر ندير حتى حاجه يعني، كلشي هادشي غادي نديرو بالمساعده ديالكم يعني، نتوما اللي غادي تدعموني، نتوما اللي غادي تعاونوني، انا راه ما غادي نقدر ندير حتى حاجه بوحدي باش تعرفوا. انا حنا راه بوحدنا ما نقدروا نديروا حتى حاجه يعني، اي واحد خصو الجمهور ديالو. يعني انا عندي واحد الهدف ديالي الخيل، وان شاء الله غادي يكون خير في الاخر، غادي يكون خير. ونطلب نتمنى من الله يعني، نتمنى من الله داكشي اللي كنشوف وداكشي اللي باغي نوصل ليه، نوصل ليه ان شاء الله تدريجيا يعني، نوصل ليه بكم نتومايا بالعون ديالكم نتومايا. ما تنساوش اخوتي دعموا لي قناه ديالي، ما تنساوش الجرس، راه ضروري الجرس، وتشاهدوا الفيديوهات وتعلقوا وتكتبوا التعاليق ديالكم. اذا بغيتوا هاد التراث يزيد القدام، الا بغيتونا نزيدو القدام هاد التراث، اما الا بغيتو تخليو راه كتشوفو غادي تخليه يدوز وصافي، والله يعاونو سالينا، ما كاين والو، ما كاين حتى حاجه. كتبغي شي حاجه، كتبغي العود، وتبع سند العود. راه ما كنديرش مونيكا دابا كتسطح، كون درت مونيكا كتسطح دابا، ولا شي حاجه، ولا روتين، ولا سميتو كورة، كلشي غادي يدخل، وكلشي لايك وجيم والجرس، وبناتهم كيطيروا كينزل. حنا لا، حنا كنمشيو في معقول ديك التراث ديال جدودنا. ساندوني اخوتي وساندو القناة ديالي، وراه هادشي راه فيه الخير، فيه خير وخير كبير، راه خير كبير غادي يوصل بالتعاون ديالكم القدام. نديرو ايد في ايد خوتي الخيالة، ودعموني ودعموا القناة ديالي، دعموا القناة ديالي. اذا دعمتوا القناة ديالي راه كدعموا الخير ديالكم، راكم كدعموا التراث ديالكم. راه كل واحد كيدعم، اللي كدير روتين يومي راه عندها جمهور ديالها كيدعمها، الله يعاونها حياتي هذيك. اللي كيدير شي حاجة ديال الخير راه عندو الجمهور ديالو كيدعمو. انا دير قناتي ديال الخيل، ودعموني اخوتي، دعموني وعاونوني، وان شاء الله ما غاديش نخيب لكم الامل ديالكم. وتبارك الله عليكم، والله يحفظكم ليا، وراكم عزاز كاملين، وكنموت عليكم، وكنفرح ملي كيعيط عليا شي واحد وكيصيفط ليا الفيديو وكيصيفط ليا التصاور ديالو ديال العود، وكنخدم عليه وكنصوبو ليه. وراكم كما شفتو راه تنحطو بسميتو، كنحطو باسم ديال القبيله ديالو، باسم مدينتو. وانا اخر حاجه كنفكر فيها وهي الفلوس، كنفكر فعدي واحد الهدف بين عينيا كنشوفو قدامي خصني نوصل ليه، هذاك هو الهدف ديالي انا، ماشي الهدف ديالي الفلوس ولا الهدف ديالي شي حاجه اخرى. انا الحمد لله بخير وبكتافي، وكنخدم وكن ما عمري ما مديت ايدي، والحمد لله ربي كيرزقني من عنده. انا بحالي بحالكم مولوع بالخيل، مولوع يعني من عشاق الخيل، من عشاق التراث ديال جدودنا، الله يرحمهم، الله يرحمهم ساكن في هذا الشهر المبارك. خوتي نتعاونوا، نتعاونوا، دوروا الفيديوهات، شوفوا الفيديوهات، ديروا البارتاج، ديروا اللايك، باش نوصلوا داكشي اللي باغين حنا كاملين. راه هدف ديالنا هدف واحد، وهو نوصلوا الخيل لواحد الدرجه، واحد الدرجه. علاش لا ما نديروش حنايا، ما نديروش التيغان دي التيغان الخيل يعني، الخيل الخيل، ما نبقاوش حنا حدنا في كره، في كره كاع الجمهور يمشي يتفرج في كره. حنا انا من عشاق الخيل، انا باغي نتفرج في الخيل، انا خصني نمشي
نشوف الخيل. انا كاينين الناس بزاف باغيين يتفرجوا في الخيل في المغرب، كاينين الناس بزاف كيسافروا باش يشوفوا الخيل باش يتابعوا الخيل، كاينين الناس بزاف كيشاركوا باش يركبوا على الخيل، كيشمحنوا كيهزوا الخيل ديالهم في كاميو كيديوه للعلف وكيسافروا كيضربوا 200 كيلومتر 300 باش يعني باش يركب فوق العود، كيخسر من جيبه. كاينين افكار يعني كاينين شي حوايج اللي، وهادشي كامل بمساندة ديال جلالة الملك نصر الله محمد السادس الخيال الاول في المغرب، عن اب عن جدود يعني الله يرحمهم ويوسع عليهم في هاد الشهر المبارك. وما تنساوش اخوتي تنقول لكم دعموني ودعموا القناة ديالي، راه كاينين افكار بزاف. حنا جدودنا راه ما كانوش كيلعبوا كرة، جدودنا ما كانوش كيلعبوا التنس، جدودنا ما كانوش كي، جدودنا كانوا خيال، كانوا تيركبوا كانوا رجال تيلعبوا. انا ماشي ضد الكرة ولا ضد الرياضات الاخرين، لا انا من عشاق الرياضات الاخرين وكنحترم، ولكن من عشاق الخيل وكنحترم الخيل وكنحترم الخيالة وكنحترم بجميع المقدمية ديال المغرب كاملين. يعني نبدا من المنطقة ديالي انا من الخريبكة ونزيد القدام. والله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم، وشهر مبارك كريم ان شاء الله بالمغفرة والرحمة والرزق يا ربي، وبعد عنا هذا الوباء هذا يا ربي يا رحمن يا رحيم. حنا في ايطاليا راه بدا شويه المرض كينقص، يعني اليوم بدات كيبداو تحلو بزاف ديال المحلات وبزاف ديال الشركات تحلو، بدا شويه الرواج يعني الحمد لله. حتى المغرب غادي يوصل ان شاء الله، وغادي تخرجوا تخدموا وغادي ترجعوا كما كنتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم دابا بقاو في ديوركم وحافظوا على داكشي اللي كتقول لكم السلطات المحليه، تبعوها وان شاء الله راه غادي يحيد هذا الوباء وترجع للحياه الطبيعيه كما كانت في الاول. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، وراكم عزاز وباغي نوصل. انا رما كنت نخلي حتى شي موسم كنمشي ليه، انا ديما كنمشي الموسم ديما كنحضر ديما كن يعني كنتفرج كن يعني كنحضر التراث ديالنا ديما انا كاين. دعموا قناتي اخوتي، دعموني بالبارتاج وباللايك والمشاركه وركوا على المشاركه، راه تحت اخوتي بالاحمر وركوا عليها اعطيكم الجرس وركوا على الجرس واتصلوا بيا وانا معكم، واللي ما فهمش شي حاجه نشرحها ليه يصيفط ليا في الواتساب ديالي ولا في الميسنجر في فيسبوك، انا راه غادي نجاوبو في الحين. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.